بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أندى مصطفى، رئيس جمعية وفاء أسرة التنمية. هذا الحملة النظافة هي في النسخة الثانية. الحمد لله، كما كتشوفوا الناس ديال مدينة أكادير لبوا النداء ديالنا ديال جمعية وفاء أسرة وصفحة أكادير بين أبنائها، اللي هما اللي داروا الإعلان في النسخة الأولى، والحمد لله النسخة الأولى كانت ناجحة بامتياز. دي النسخة الثانية كذلك الحمد لله حتى هي ناجحة بفضل الناس اللي تفاعلوا، بفضل المحسنين، بفضل المجتمع المدني اللي جا. وبهذه المناسبة كنحاول كنشكر كل من ساهم بأي حاجة، اللي ساهم بالصباغة، ولا اللي ساهم بالقفازات، ولا اللي ساهم بالبلاستيك، ولا اللي ساهم بالماتاريال، ولا أي واحد ساهم. الجدوى من هذا الجدوى من هذه الحملة هذه هو أننا بنوصلوا رسائل، مجموعة رسائل. الرسالة الأولى كنوصلوها للساكنة، هو أن دائما خص الحاجة كتهمنا حنا كساكنة خص نتفاعلوا معها. أي حاجة في المدينة هذه فهمتي كتهمنا خصنا نجيو مجموعين ونتفاعلوا معها، راه المدينة محتاجة لينا. هذه رسالة. الرسالة الثانية كنوجهها للمجلس البلدي. هذا المقبرة هي فضاء تبع المجلس، الله يجزيكم بخير، خص تعتنوا به. راه الفضاء هذاك بحال الفضاء الآخرين، خص اعتمادات مالية تعطاو تهلاو فيه. راه الواجهة ديال المقبرة ما كتبانش بأنها واجهة، حتى الاسم ما فيهاش. وبالتالي هذا نداء إلى المجلس على أنه خص يعتني بهذا الفضاء، لأن الفضاء خصنا نحترموه. الرسالة الثالثة هي موجهة للمجتمع المدني بالمدينة أنهم يديروا بادرة حتى هي بحال كنركز على مدينة الدرس أنزا بن سرقاو تيكيوين، كل شيء المنطقة هذو حتى هما يديروا حملات بحال النوع هذا باش يعتنوا بالمقابر. المقابر هي ديالنا وهي أماكن مقدسة خصنا نعتنوا بها. كما كنختار الفرصة نشكر مؤسسة الجنوب لتنمية التعاون اللي عطاتنا بالشتائل، الله يجزيها بخير. وكنشكر ايضا مستبات ديال طاكاد اللي عطانا زودنا بواحد 30 نخله، مشكورين. كما كنشكر واحد الفئه مهمه هي فئه عمال العراضيين بالنسبه للجماعي اللي كان بنظم المنبر، كنشكرهم جزيل الشكر لانهم في اليوم الراحه ديالهم جاو وداو سميتو الحمد لله وخدموا معنا هما كما كتشوفوا وكتفاعلوا معنا. وكان كنشكر ايضا المنابر الاعلاميه لان حتى هي جات ودارت التغطيه، بعد ما نشكرهم. وفي الاخير كنقول لكم عواشركم مبروكه، الله يتقبل الاجر من اي واحد. وكنترحموا على الموتى، الله يرحمهم ويوسع عليهم، وشكرا جزيلا. سعيد ليمان، مستشار جماعي بجامعه اكادير. حمله نظافه مقبره تيلا تدخل في اطار الأعمال الجمعوية والأعمال اللي كتقوم بها شباب صفحة أكادير بعيون أبنائها. هي صفحة اللي كيتفاعلوا معها ساكنة أكادير بإيجابية، بحكم أن فيها شباب اللي هما غيورين على المدينة وعندهم أهداف ديال الخير للمدينة، وأي أمر اللي بالامكان ديالو يزيد بنينا للقدام. هاد البادره هادي كانت انطلاقه من النداء ديال واحد السيده اللي عندها الابن ديالها مدفون في المقبره، وكان مقترح من عندها على اساس اننا نديرو حمله ديال النظافه، والصفحه استجابت معها بتلقائيه، وحتى الساكنه في النسخه الاولى ديالها ديال الحد الفايت تجاوبوا مع المبادره بايجابيه، وكان الحضور لا باس به، تقريبا 160 ديال المشاركين. اللي كان فيه نقص هو في العتاد، يعني كان لوجيستيك نقص، فقمنا بتعبئه. بما ان ما كملناش الحمله في الاحد الاول، قمنا بتعبئه لحمله ثانيه اللي هي الحد ديال اليوم. والحمد لله كان تجاوب ديال السلطات المحليه ومجلس اكادير، مجلس الجماعي لاكادير، والمساهمين المحسنين ديال اكادير اللي ما خلونا خاصنا حتى شي حاجه، يعني الحاجه اللي طلبناها الا وتيتعطانا جوج ثلاثه من الحاجه. يعني كنطلبوا كاميو كيجيونا جوج الكاميونات، يعني كاين الناس اللي عطاونا النخل اكثر من 30 نخله، كاين الناس اللي جابوا التراكس، كاين الناس اللي جابوا الرمله، كاين الناس، يعني الكرم ديال الاكاديريين كان منقطع النظير في هذه الحمله هذه. وتمت الحمد لله الحمله في اجواء طيبه وبواحد الكم اللي ما كناش كننتظروه، ربما غنكونوا فقنا 500 مشارك بعتاد كافي. ودازت في اجواء مزيانه، فيها نشاط، فيها حيويه، فيها اخلاص في العمل. والناس اللي كانوا كيزوروا المقبره يعني استحسنوا المبادره. وبما ان ما استطعناش نكملوا المقبره بكاملها لان المساحه كبيره بزاف، ارتأينا اننا نستمروا في الحمله. وكنستغل المنبر ديالكم سوس 24
باش نستمر في النداء لهذه الحملة، ونقول بأنها مستمرة للأحد القادم، ونحاول أننا نتموا العمل ديالنا في هذه المقبرة باش ندوزوا لمرافق أخرى، لمقابر أخرى، ونعموا فيها هذه البادرة. وشكرا لسوس 24.